حيثيات هذا الخبر، معنا من حلب الناشط الإعلامي محمد الهادي الناطق باسم شبكة شام. محمد، هلا شرحت لنا تفاصيل الحادثة في إعزاز عن البارحة؟ نعم، يعني ما حدث في عزاز بالأمس هو أن دولة العراق والشام الإسلامية نعم قدمت إلى المشفى الميداني في مدينة عزاز نعم بغية أخذ طبيب ألماني جنسية تابع لمنظمة أطباء بلا حدود. كانوا يريدون أخذه، منعهم الجيش الحر من هذا. حصلت خلافات ومن ثم جرت الاشتباكات بين كلا الطرفين، سقط قتلى من الطرفين. وضمن الاشتباكات يعني ارتقى الشهيد الإعلامي حازم العزيزي تقبله الله. آمين. استمرت الاشتباكات، ثم انسحب الجيش الحر من هذه المدينة لخمد الفتنة التي جرت ولخمد الخلافات التي جرت. بقيت دولة العراق والشام الإسلامية في كامل مدينة عزاز. الجيش الحر طلب المساعدة من لواء التوحيد بغية إخماد هذه الخلافات التي حصلت. قدم لواء التوحيد إلى المنطقة، ولواء التوحيد يعرف بعدده الكبير الذي يضم العدد الكبير جدا من العناصر. نعم قدموا وتم الحل السلمي. حتى الآن لاحظنا اليوم هدوء تام في عزاز. نستطيع القول أن لواء التوحيد استطاع يعني الموافقة مبدئيا بين الطرفين ووقف القتال ووقف الاشتباكات التي حصلت بالأمس. والآن نعم يعني تسعى بعض الأطراف للمصالحة بين الطرفين وللرجوع الطرفين إلى نفس الغاية والهدف، وهي إسقاط النظام. نعم أخي محمد، يعني أنت تقول أن الاشتباكات الآن هي هادئة، لا يوجد أي اشتباكات في الوقت اليوم لم الحالي. تجري أي اشتباكات، الاشتباكات كانت بالأمس. نعم طيب أخي محمد، ما موقفكم أنتم كثوار من حادثة كهذه الحادثة التي تكررت لأكثر من مرة في الفترة الأخيرة؟ نعم، يعني ربما يعني مشاكل قد تحصل بين الطوائف المعارضة بسبب يعني اختلاف في التفكير، نستطيع القول بين الطرفين. يعني أرادت دولة العراق والشام أخذ هذا الطبيب، الجيش الحر رفض تسليم هذا الطبيب. يعني من هذا الخلاف نشبت الاشتباكات، ويعني نسعى الآن يسعى عدد كبير من أطراف الجيش الحر للمصالحة بين كلا الطرفين. نعم أخي محمد الهادي الناطق باسم شبكة شام، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك.